السلام عليكم يا أبا عامر، كيف أصبحت اليوم؟ بخير يا أبا إدريس، هل أنت في طريقك إلى المسجد؟ بل نذهب لزيارة أخ لنا في الله مريض، ثم نلحق بصلاة الجماعة إن شاء الله. وفقك الله لفعل الخير، لا تتأخر إذن، ننتظر حلقة علمك بفارغ الصبر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. عذرا يا شيخنا. خيرا يا بني، ما الأمر؟ هل عندك سؤال؟ نعم، هذا الشيخ الذي سلمت عليه ماذا به؟ إنه رث الثياب، لا أظن أنه يليق بشيخ جليل مثلك أن يصادق شخصا مثله. أبو عامر رجل طيب يحب الله ورسوله، ونحسبه على خير إن شاء الله. لم أقصد يا سيدي، ولكن إنه فقير، وهو يتعفف أن يقبل صدقة من أحد، ويرى أن غيره من الفقراء أحق بها. عذرا يا سيدي، لم أكن أعرف. الإنسان ليس بمظهره يا بني، وإن قلبا نقيا في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب نقية. أصبت يا سيدي، أصبت. هيا بنا. كان أبو إدريس يستغل كل الوقت ليعلم من حوله دروسا في معاملة الناس.